غتعاود لي انت صديق ديالنا، بما انه حاضر معنا استاذ محامي، من الواجب لنا كما كتعرفوا حنا اننا كنحترموا يعني الاساتذه ديالنا اللي كحضروا معنا كينورونا، ما قدرش يتواصل معنا بالخط، غادي نحاولوا اننا نربطوا به الاتصال باش يعطينا فقط الراي ديالو عاد ناخذ المداخلات ديالكم خوتي. وانا عارفكم انتم اهل الكرم واهل الجود واهل الاحترام والتقدير، وكلكم متفق معايا. الو السلام عليكم. كتبتوها ليا خذ استاذ حليم. استاذ حليم تحياتي لك. الو. الو السي حليم. مرحبا خويا فؤاد. يمكننا سي مرحبا خويا فؤاد. مرحبا بك معنا، حاولتي تتصل. الو راني على المباشر. راك على المباشر. انا كنت باغي ندخل معك البارح الا انه كانت واحد ظرف طارئ جدا، واحد الانسان عزيز عليا توفي ليله امس. نسال الله سبحانه وتعالى. واللي بغيت نقول انا في هذا اللهم امين. الله يحفظك. اللي بغيت نقول انا في هذه المساله هذه، اول شيء ما نركزوش على التفاصيل، خصنا نركزوا على القضيه ديال الاستاذ المديم. انا من خلال الناس المتدخلين كنشوف هذوك الناس محامون، ولو انهم ما كيزاولوش مهنه المحاماه الا انهم كيقوموا بالدفاع. يعني مواطن ليس محاميا ويقوم بمهام الدفاع. وهادشي يشرف، وهادشي اللي خلاني انني بتنسيق مع الاستاذ النوري وان شاء الله بالاستشاره مع منسق هيئه الدفاع اللي هو الاستاذ زهراش، ساضع مكتبي رهن اشاره الاستاذ المديمي وسانتقل وسادافع عنه ان شاء الله. واللي بغيت نذكر بان الاساتذه المحامون اللي كيدخلوا عند القنوات. سي حليم اسمح لي قطعتك، بغيت نقول لانك مستعد يعني انك تحط الانابه ديالك على الاستاذ المديمي بعد التشاور مع الاستاذ زهراش المنسق ديال هيئه الدفاع. لان هذه اعراف وتقاليد بين المحامون، ان شاء الله غادي نتصل بالاستاذ زهراش ويشرفني ذلك ويغمرني شرفا. نتصل بالاستاذ زهراش ان شاء الله ويعطيني الموافقه، وانا متاكد بانه ان شاء الله، لان الكل يريد الدفاع عن هذا ما يمانعش، ولكن خص اجراءات ديال العرف والتقاليد المهنيه ديال المحاماه، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. وكونوا على يقين اخي فؤاد، انا علاش بغيت ندير هذا التدخل وكنت كندير دي كومونتير دابا ضروري خصني ندخل. مرحبا. يجب ان لا نركز على التفاصيل، وبان انا اقدر بالنسبه للاستاذ الهيني هو المحامون، نحن نتعرض يوميا لمجموعه ديال المضايقات والاهانات، واعتادينا على اننا نسامح الناس، يعني ولات عندنا مساله المسامحه طبيعيه. الا انه في شان وطني، شان هام، شان ضروري، الردع والردع الخاص والردع العام. الأستاذ الهيني ربما أنه ما نسقش مع الأساتذة، ولكني كان يظن، لأنه كيعرف بأن الأساتذة دائما يسامحون في هذه المسألة هذه. المحامون مثلا الأستاذ السناوي راه مني كان في قص صباح أخويا فؤاد، وحنا في تمارا ونديروا خاطر الموكلين، وكنخدموا أطباء نفسيين مع القضايا، وكنتعاملوا مع الموكل وكنتذكروا مع هذا، وكنهضروا بزاف في التليفون، وكنتنقلوا بواحد الشكل كبير ديال التنقلات، وكنبذلوا واحد المجهود. رغم ذلك كنخليوا واحد الحيز زمني باش نتخاطبوا فيه مع المواطنين المغاربة اللي كنشوفوهم بأنهم لا يقلون عنا دفاعا عن القضايا الوطنية. أنا كنشوف مواطنين ما هما محامون ما هما والو، عندهم ذاك الدم ديال المحاماة والدم الدفاع من خلال غير التدخلات ديالهم. إنسان ما عندوش علاقة بالموضوع بشكل مباشر ويدافع بحرقة، وكيقول لك تأثرت، الآخر كيقول لك تقلقت. إذا أنتم وضع صحي ومغاربة أحرار، كيشرفني داك الشيء. علاش بغيت ندخل عندك أخويا فؤاد؟ مرحبا أستاذ حليم. بالنسبة للمحاماة المشرفين، مرحبا بكم في قناة مغرب. أنا خصني نقول لخوتي المغاربة بأن المحاماة هي ماشي مهنة خص الإنسان يعني ما لقى ما يخدم يمشي للمحاماة، هي مهنة خص الإنسان يختارها من الصغر، ومن يخرج يعرف راسو بأنه خصو ما يخضعش للتهديد. وانا اعقب على الاخ الان اللي كان كيقول بان حنا تعرضنا للتهديدات بالقتل دائما، حنا راه دائما في الملفات، حنا راه دائما راه يوميا ننوبوا في الجنايات في قضايا القتل، وننوبوا كذا، وكنتعرضوا لتهديدات في اولادنا، وكنتعرضوا لتهديدات في حياتنا وفي سلامتنا الشخصيه، وتهديدات والاغراءات الماديه، وكنتعرضوا لجميع الامور. اما ان تقبل ان تمارس مهنه المحاماه
وان تكون قويا وما تخاف من حتى شي تهديد، وتا لو وقع شي تهديد وتنفذ كاع وقتلوك ستموت شهيدا. اكيد اكيد اكيد. الانسان حيت المشكل هو انه الخوف من الشيء اكثر من الشيء ذاته. اسيدي لك تي تقول لي اجي لمراكش ونقتلك، انا نجي عندك اقتلني. اكيد. المحامي ما خصوش يخضع للتهديد، والا يخلي المحاماة للناس اللي عندها الشجاعه الكافيه. اكيد. المحاماة هي مهنه الشجعان ومهنه النبلاء ومهنه رائعه جدا، والحمد لله كنعيشوا عيشه ممتازه واحد اخر في الحرام. اكيد. غير خدم. اكيد. وما تخافش من التهديد. حنا راك دائما ننوبوا في قضايا، ولكن التهديد راك ننوبوا في قضايا ديال القتل، ماشي تجي مساله اللي فيها حريه التعبير والسياسه وكذا عاد نبقاو نخافوا. حنا ماشي حد، حنا ما كنخافوا من حتى شي واحد، حنا كنخافوا من القانون. يجب ان لا نخالف القانون فقط. اما باش يجي شمكار يعيط لي يقول لي يا استاذ حليم الا جيتي لمراكش نقتلك، غنقول له نجي عندك بالسبت والحد قتلني وما يشوفني حتى واحد. المحامي لا يخضع للتهديد. المحامي البدلة ديالنا سوداء. البدلة ديالنا سوداء حتى لا تلطخ بالدم. البدلة ملي كنلبسوها كنلبسوها حسنا على الحقوق والحريات. أكيد. والإنسان اللي ما يقدرش يلبس ديك البدلة ويعرف راسه بأنه يمارس مهاما، عرفتي شنو هي خايف فؤاد حينما يلتجئ إليك المظلوم. أكيد. يجب أن تكون قويا، وقويا في مواجهة جميع الأشخاص اللي كيواجهوا ذاك المظلوم. قويا في مواجهة الهيئة القضائية، قويا في مواجهة جميع الأطراف. ما تخضع لا للتهديد لا الهدي لا الهديك. وبالنسبة للشكاية اللي من المفروض راه الأساتذة صافي خداو القرار إن شاء الله رسمته الأستاذ السناوي، هذيك الشكاية يجب أن تقدم، لأن الأمر أصبح ممنهجا. الأمر ماشي بسيط. أكيد. ماشي سيدة أو سيد خرج محامون كيخطئوا فينا يوميا أخي فؤاد. أكيد. ولين حينما يصبح الأمر ممنهجا يجب التدخل. أكيد. ويجب القيام بما ينبغي القيام به دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا على المديمي وغير المديمي. كاين عشرات المديمي، راه ما كاينش غير المديمي اللي أكيد. اللي خصو خوته المغاربه يوقفوا معاه في هذا الوطن. كاين عشرات المديمي وحنا المحامون نرى ذلك يوميا. اذا انا كنقول لخوتي اللي كيتصنتوا على الأقل، أنا كمحامي مثلا أمارس مهامي، أنتم مواطنون غيورون على الوطن، أنتم أفضل منا في الدفاع عن المديني لأنكم لم تكلفوا. أكيد. للدفاع عنه وكلفتم أنفسكم بالدفاع عنه، أما نحن فقد كلفنا الأستاذ المديني. وكنشكركم ووجه رسالة، لا تركزوا على التفاهات. عندي واحد ابن لا تركزوا على التفاهات ولا الامور البسيطه جدا، وركزوا على قضيه الاستاذ المديمي. ركزوا على قضيه الاستاذ المديمي، ان شاء الله سيكون خيرا. وكنقول لكم بان المحاماه هي رساله، والمحامي اللي ما كيمارش المحاماه ديالو بقوه ويرى نفسه قويا ليس محاميا. ان شاء الله لا تكترثوا لهذا النقاش اللي وقع اليوم، وما بغيت حتى شي واحد يتقلق. وكنشكركم جزيل الشكر لانكم تناصرون شخصا لم تعرفوه ولم تلتقوه ولم يكلفكم، وهذا يزيدكم شرفا. وانا كنفرح بزاف ملي نشوف هذا الحراك المغربي وهذا النقاش، وكنشوف ناس في مستوى عالي وناس في ثقافه عاليه. يعني الامر صحي وصحي جدا. ارجوكم اخوتي ان شاء الله بعد الاستشارة مع الأستاذ زهراش سأنضم إلى القضية سأقدم أكبر مجهود إن شاء الله. وكنتمنى إن شاء الله أن القضية تأخذ المسار ديالها الصحيح، ياك؟ لأن التطلعات ديال الناس ربما قد تكون أكبر من الواقع. أكيد أكيد. المهم هو أن نقوم بأقصى ما يمكن من القيام به للدفاع عن حقوقه ومصالحه وحتى لا يظلم.
ان شاء الله لن يظلم المديمي ما أكيد دام وراءه رجال مثل الاستاذ زهراش، حيت انا نهار التحقت بالمهنه في 2006 لقيت الاستاذ زهراش عملاق ديال المحاماه ويشرفني ان اقف بجانبه. اكيد ان شاء الله سيكون خير، وكونوا على يقين بان المغرب راه فيه الايجابيات اكيد وراه فيه جميع الامور، وركزوا على الايجابيات ان شاء الله، وساضع نفسي رهن اشارتكم ان شاء الله واشاره هاد الناس الطيبين اللي كيديروا التعليقات الطيبه. اكيد وتا الناس اللي تنرفزوا ولا تقلقوا، تقلقوا عن حب اكيد، وراه هذا هو الدافع اللي خلانا استاذ نجيب الاستاذ حليم اللي راه ماشي حنا كنلوموا الاستاذ الهيني. ان شاء الله سنقوم بما تتمنوه ان شاء الله، وما نركزوش على بعض المسائل البسيطه جدا. هذا كان ربما عدم تنسيق مع هيئه الدفاع في اتخاذ قرار فيما يخص الشكايه. خرج الاستاذ السناوي ذاك الانسان الرائع وذاك الانسان الخلوق، انتم كتعرفوه اكيد اكيد، ممكن تحيه له، تحيه له رائعه. لا من الطريقه ديال الكلام ديالو ولا من الاتقان ديالو للمسائل ديالو، لا يشرف هذوك الناس يشرفون المحاماه. اكيد اكيد، وقال لكم الاستاذ السناوي ها ما كاين ها ما كاين. اذا نرى الاشياء الجميله، تصنت الاستاذ السناوي صافي، يكفي يكفي يكفي، وان شاء الله غادي يكون غير الخير اخويا فؤاد. وانا سبق لي تحدثت معك في الخاص في هذا الموضوع، وغادي يكون غير الخير ان شاء الله، غادي يكون خير. وركزوا وشوف، انا اطلب من جميع الناس اللي متبعين القضيه المديمي لا تتخلوا عن القضيه لمجرد مشكل بسيط او هذا، لان الانسان اللي كيتبنى واحد القضيه خصو يكون قابل للدخول في المعارك ويكون عنده صبر. عاونونا بشوي ديال الصبر وحنا نديروا المجهود ديالنا ان شاء الله، وغادي يكون غير الخير. وتفاءلوا خيرا تجدوه. اي اكيد اكيد استاذ حليم. اذا ان شاء الله اخويا فؤاد، انت فقط على الاخوان والناس اللي ما كيعرفوش الاخ او الاستاذ الصديق، لانه بمحض الصدفه تعرفنا وقيت ان الاستاذ حليم فهو صديق لمحامي العائله ديالي انا، والاستاذ جواد مستور الصديق تاعو العزيز جواد مستور الرجل الرائع. هذا صدفه، هذه صدفه سيدي حليم يعني. سبحان الله. نعم جواد عبد. اذا اخويا فؤاد، كاينين المحامون الرائعون بحال الاستاذ جواد مستور. الخير كاين في المغرب. شوف الخير في امتي، الخير في امتي الى يوم القيامه. اكيد ركزوا على الامور وان شاء الله يكون الخير، وكونوا على يقين لا نهاب احدا. انا تعرضت لتهديدات في القضيه ديال يوسف زروالي. اكيد اللي بغيت نهضر عليها، ما بغيتش مجال نشرحها انا، نعمر الوقت ديالكم بمسائل القتليه. انا غادي نخليوها باش نصادفوك ان شاء الله بشكل رسمي، غادي نمسق ان شاء الله. نرحبوا بك. بغيت غير نقول واحد النقطه، بانه الاستاذ حليم الاستاذ نوري. نعم اكيد، الاستاذ نوري والاستاذ حليم نجيب هما اللي خداو البراءه بالنسبه ليوسف الزروالي. كنهنئوهم من البراءه ديالهم، وكنهنئو حتى هو كذلك، وكانوا داروا واحد الدور كبير وقاموا بواحد الدور كبير وبقاو حتى النهايه، حتى البراءه ديال يوسف الزروالي. هذا للتذكير فقط، الاستاذ حليم نجيب من هيئه القنيطره. نعم سيدي حليم. شكرا جزيلا اخويا فؤاد. تفضل. نعم اعطينا كلمه اخيره سيدي. كلمه نحن المحامون ما شجعنا الالتجاء للقنوات ديالكم الا شفنا داك التفاعل ديال المغاربه والتفاعل الرائع، وبغيناكم تستمروا في التفاعل ونحن نستفيد. وحنا كمحامون ان شاء الله، لان هذا التطور التكنولوجي ولا مفروض علينا، ان شاء الله غتولي هذه القنوات ان شاء الله محدد اساسي في تنميه البلاد. هذاك الشيء علاش كنقول لكم ركزوا على الاشياء الايجابيه، وغادي يكون غير خير ان شاء الله، وتجاوزوا ما وقع، وكونوا على يقين بان حيت الكل باغي ياخذ حقه من دوك الناس، وكونوا على يقين انا اول واحد اللي غادي نوصل لهذوك الناس وغادي ناخذ حقي منهم. وكونوا على يقين لن يثنينا لا خوف لا تهديد لا ترغيب. كلام واضح وباين من الاستاذ حليم نجيب. إن
ان شاء الله اخويا، وتصبحون على الف خير، وانا متبع القناه ديالك راه دائما اخويا فؤاد، وكيعجبني هذا المستوى هذا. شكرا 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 ومرحبا بك سيدي حليم، ان شاء الله نصدقك بشكل رسمي معنا ان شاء الله، هذا وعد ان شاء الله. شكرا. كان معنا الاخ او الاستاذ حليم نجيب من هيئه القنيطره، اللي اعلن على انه على استعداد ل ان يكون ضمن هيئه الدفاع، واكد على انه غادي يتصل بمنسق هيئه الدفاع الاستاذ زهراش. وكنعرفوا على انه التضامن كيف ما قلت لكم البدايه ديال اللايف، والمغاربه هم هادو، الا اللي بغاونا شي مغاربه اخرين الله يعلم، اما المغاربه اللي معروف عليهم بالخير والتضامن وكنفوتوش بعضياتنا، سواء كنا صغار او كبار او نفس المستوى او من غير نفس المستوى أو